أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد، برنامج حوار مع طبيب. النهاردة معانا كاريزما خاصة هتتكلم معانا في موضوع أو في فيروس العصر اللي هو فيروس الجديد اللي هو كوفيد 19. طبعا الكاريزما اللي معايا النهاردة وبرحب بيها معايا دكتور صبري السايس، استشاري أمراض المخ والأعصاب. بنرحب بحضرتك الاول دكتور صبري معانا في البرنامج. اهلا بحضرتك. دكتور صبري، النهارده بنتكلم عن حاجه يعني غريبه، مرض او فيروس جديد وغريب اول مره نواجهه في حياتنا اللي هو كوفيد 19. الفيروس في مفهومه عند الناس كلها حاجه غريبه، مش معروف هو ايه، مش معروف له سبب، مش معروف لحد النهارده، مش عارفين ايه. في البداية من ساعة المرض ده ما ظهر، طبعا حضرتك عارف ان احنا كنا بنقول ان هو اعراضه اعراض برد عادية خالص، تمام، اللي هو الصداع والرشح والسخونة والكلام ده كله. اخيرا اكتشفنا ان في حاجة جديدة خالص عن الفيروس بتحصل، اللي هو تأثيره على الجهاز العصبي. طبعا ده مفهوم جديد خالص ولسه حديث تقريبا، فاوريدي ان عشان اعرف المعلومة دي واعرفها للمشاهد ويبقى المشاهد عنده وعي بيها، طبعا بحتاج رأي حضرتك في الموضوع ده ايه. وهنبدأ بمعرفة فيروس كورونا، يعني ايه كلمة فيروس او فيروسات بمعنى اصح. في البداية بحب اشكر حضرتك على المقدمة الهائلة والبسيطة والمختصرة عن الموضوع، وان فعلا احنا من نهاية شهر ديسمبر اللي فات بنواجه فيروس مختلف ادى الى اصابات اكثر من 10 مليون مصاب واكثر من 200 الف وفاة حوالين العالم، والمفاهيم بتتغير معاه كل شوية. كان في البداية المفاهيم زي ما اشرت حضرتك ان الفيروس مرتبط بالاعراض التنفسية فقط، ولكن في الفترة الاخيرة من شهر مارس بدأت اعراض جديدة تظهر، أهمها فقد حاسة الشم والتذوق، وده ألقى الضوء على الأعراض العصبية أو الأعراض الخاصة بالجهاز العصبي، وإن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل يعني. إن شاء الله. طب دكتور، إحنا بنسأل حضرتك سؤال مهم، بنقول الفيروس ده اللي إحنا بنواجهه في الوقت الحالي هو فيروس مختلف فعلا عن بقية الفيروسات اللي إحنا واجهناها قبل كده في الفترة السابقة؟ طبعا هو فيروس كورونا واحد من الفيروسات التاجية المتحورة من سلالة سارس، ولكن بالفعل من أول بداية الجائحة من ديسمبر 2019 إلى الآن اتضح أن الفيروس أصلا فيروس مختلف. بدليل أول حاجة أنه بيصيب الرجالة أكثر من الستات بنسبة 2 لـ1، 70% لـ30%. تاني حاجة أنه تأثيره على الأطفال أبسط بكتير من تأثيره على البالغين. ثالث حاجة ان في مرضى كتير لم يظهر عليهم الاعراض تماما. في دراسة اتعملت في ايسلندا على المرضى وجدوا ان 50% من حاملي الفيروس لم تظهر عليهم اي اعراض. في كمان ان الاعراض متغيرة كل شوية، كان زي ما حضرتك اشرت في المقدمة ان اصلا الاعراض كانت كلها في الاول بتتجه للاعراض التنفسية من سعال وحمى وضيق في التنفس وأعراض إسهال وكده. الآن المفهوم اتغير، فمع ظهور اللي هي فقدان لحاسة الشم والتذوق، حتى في البروتوكول المصري اتضافت اللي هي أو اتضاف العرض ده اللي هو فقدان حاسة الشم والتذوق، لأن احنا لقينا من 30 لـ40% من المصابين بكوفيد 19 بيبقى العرض ده موجود. فبدأ الموضوع يتغير وبدأ نبص على الجهاز العصبي وأعراضه، واتعملت دراسات كتيرة جدا أصلا طبعا حول العالم حوالين العلاقة ما بين اللي هو الفيروس وما بين الجهاز العصبي والدماغ. طيب، في حاجات أو في حالات، بعض حالات جات لحضرتك وفعلا اكتشفنا إن في كوفيد عنده المريض اللي هو جاي عادي بيشتكي من التهاب العصب أو أي شيء يخص في تخصص حضرتك، ده حضرتك لمسته فعلا على مرضى؟ والله على المستوى الشخصي انا شفت اكتر من حاله مرتبطه فعلا ما بين اللي هو الجهاز العصبي وكوفيد 19، وكانت كل اللي هي الاعراض اللي جاي بيها المرضى كلها مرتبطه باعراض عصبيه. يعني في مرضى جات بصوره ارتباك او تشوش او ضعف في اللي هو الذاكره، في مرضى تانيين جم بدوخه ودوار،
في مرضى مختلفين جم باصابه في التهاب الاعصاب الطرفيه اللي هو مرض جولان باري. انا شفت حاله من الحالات يعني الخاصه بالاصابه دي. وكمان في مرضى كانوا اصلا بدايه اللي هو الاعراض عندهم خاصه بالجلطات في الدماغ، وكان بس كان يعني المريض ده كان هو كوفيد 19 يعني بوزيتيف وظهر عليه جلطه في الدماغ. يعني المرضى او اللي هي الحالات موجوده. طيب حكايه التشنج واللي بتحصل للمريض اللي هو حضرتك شفته بالكشف السريري العادي واتضح ان هو عنده كوفيد 19، طيب ايه علاقه التشنج للمريض بالموضوع ده؟ والله سؤال حضرتك ممتاز. اللي هو اصلا في مرضى بالفعل بتظهر عليهم اللي هي اعراض اللي هو التشنج الحاد لاول مره، وخاصه المرضى دول لازم ناخد بالنا منهم اللي ما عندهمش تاريخ مرضي اصلا للتشنج. اول مره مريض يتشنج شاب مثلا في الثلاثينات ولا حاجه وبدا يظهر عليه تشنج حاد، لازم نحط في بالنا ان ده ممكن يكون نتيجه لعدوى بكوفيد 19. وده طبعا الفيروس اساسا يعني اتضح ان هو بيمر باللي هو الحاجز الدموي الدماغي اللي هو البلاد برين بارير، وبيسبب تلف في خلايا الدماغ اللي بتعمل بؤر صرعيه وبتظهر على المرضى بصوره نوبات تشنجات. واحيانا بتيجي الاعراض بيبقى فعلا في البدايه عرض زي ده، وفي حالات طبعا وجدت في ايطاليا واسبانيا والصين بالتهاب حاد في الدماغ اسمه، وظهر وكانت المقدمه للاعراض كان لها كانت اللي هي اعراض صرعيه او نوبات صرعيه. تمام. طب دكتور احنا بنقول في ادله ان فيروس كورونا ليه علاقه او مرتبط بالدماغ والجهاز العصبي، عايزين نعرف من حضرتك ادلتنا ايه على كده عشان اطمن المشاهد واعرفه يعني ايه الفيروس ليه تأثير على الجهاز العصبي، في الأدلة على كده إيه؟ عايز أعرف من حضرتك. والله الأدلة حضرتك كتيرة جدا، وفي البداية عشان نتكلم عن الأدلة لازم نعرف ليه الفيروس أو إزاي الفيروس بيسبب إصابة. أيوه. عشان الفيروس يسبب إصابة في أي جهاز لازم يرتبط بمستقبلات معينة في الجهاز. تمام. اكتشفوا إن اللي هو المستقبلات دي اسمها الـ ACE2 اللي هي الأنجيوتوسين كونفرتيز إنزيم 2. والمستقبلات دي متواجده في انسجه مختلفه منها الرئتين منها القلب الامعاء الدماغ طبعا والاوعيه الدمويه. فده دليل قوي على ان اصلا اللي هو الفيروس ممكن طبعا يرتبط بالجهاز العصبي. انتشر في الفترة الأخرانية حوالي 300 دراسة حوالين العالم تؤكد اللي هي الإصابة ما بين اللي هو الفيروس أو العلاقة ما بين الفيروس واللي هو والجهاز العصبي. منها دراسات أشارت إن تقريبا أكثر من 50% من المرضى كانوا بيعانوا من أعراض لاضطرابات عصبية. بداية من الارتباك والتشوش والقدرة على عدم التركيز والعدم القدرة على التركيز والهذيان حتى قبل ظهور الحمى. الى الوصول مثلا لصداع الحاد والالتهابات اللي هي الاعصاب والتهاب الدماغ وفقد القدره على الكلام والنوبات التشنجيه. يعني مثلا ممكن المريض يجي لحضرتك عنده صداع مستمر، صداع شديد جدا، كمريض مخ واعصاب عادي داخل رايح لطبيب مخ واعصاب اتضح ان الصداع الجامد ده او الشديد مش بسبب حاجه في الجهاز العصبي، لا بسبب وجود الفيروس فعلا نفسه. بالظبط. السخونه، عدم الاتزان، التشنجات زي حضرتك ما قلت والصرع، دي حاجات جديده جدا على المريض. فاوريدي بينصح اي حد بينصحه لا انت ما تروحش غير لطبيب متخصص في المخ والاعصاب. فبالكشف العادي حضرتك بيحصل ان انت بتكتشف فعلا ان هو عنده كوفيد 19. ده بيحصل بالكشف السريري ولا بيحصل عن طريق الاشعاعات والتحاليل اللي حضرتك بتطلبها منه؟ والله طبعا هو بيبقى لازم الاول طبعا بناخد التاريخ المرضي من المريض وبنجري الفحص البدني والعصبي على المريض. وممكن طبعا بالتالي نحتاج لبعض اللي الوسائل التشخيصيه زي التصوير مثلا للمخ عن طريق اللي هو الاشعه المقطعيه او الرنين المغناطيسي او عمل بذل للسائل النخاعي ومعرفه اللي هي الاثار اللي هي نتيجه اللي هو التهاب الدماغ اللي بتظهر على في تحليل اللي هو البذل والسائل النخاعي. ده بالاضافه للتحاليل المعتاده طبعا اللي هي بتتعمل حاليا من صوره الدم ونسبه الحديد والدي دايمر والاشعاعات الخاصه بالصدر زي اللي هو السي تي والاكس ريسيرست.
اكيد كل ده بيساعد في النهايه على ان احنا بنشخص على ان المريض او الحاله اللي ظاهر بيها المريض دي، سواء صداع، سواء مثلا ارتباك، سواء نوبات صرعيه، ان السبب في الغالب هو كوفيد 19. اكيد. طيب دكتور، انا عايزه اسال حضرتك سؤال مهم، ازاي الفيروس بيصل الى الدماغ؟ وده سؤالي المهم اللي هسمع اجابته من حضرتك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، انتظرونا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل لتكملة حلقتنا مع دكتور صبري السايس، أخصائي أو استشاري سوري أسفة مخ والأعصاب، وتكملة حلقتنا النهاردة عن موضوعنا المهم جدا اللي هو كوفيد 19. قبل ما نطلع الفاصل يا دكتور، كنت بسأل حضرتك عن إزاي الفيروس بيوصل للدماغ. هو ده واحد من أهم الأسئلة اللي بيدور حواليها النقاش حاليا. لكن في ثلاث احتمالات لوصول اللي هو الفيروس للمخ. الاحتمال الاول اللي هو عن طريق العصب الشمي، اللي هو العصب الاول اللي بيسبب في الغالب اللي هو فقد حاستي الشم والتذوق. ايوه. وبالتالي اللي هو الفيروس ممكن يوصل لتجويف الدماغ. الاحتمال الثاني او الطريق الثاني هو عن طريق اللي هو عبور الفيروس للحاجز الدموي الدماغي اللي هو البلود برين بارير، وده الحاجز المسؤول عن فلتره السموم والميكروبات ومنعها من دخول الدماغ. للاسف الفيروس بيقدر يعبر الحاجز اللي هو الدموي الدماغي وبيقدر يوصل للخلايا المخيه، وطبعا بيؤدي الى تلف والتهابات في الدماغ. الطريق الثالث هو عن طريق اللي هو انه بيسبب التهاب في بطانه الاوعيه الدمويه المخيه. اكيد. طيب احنا قلنا ازاي بيصل للدماغ. طب سؤالي دلوقتي بيقول ازاي بيأثر الفيروس كورونا على الدماغ؟ هو بيصل ازاي قلنا، لكن بيأثر ازاي؟ التأثيرات ممكن تكون تأثير مباشر من الفيروس نتيجة عبوره للحاجز الدموي الدماغي، وبالتالي بيؤدي إلى تلف في الخلايا المخية وعمل بؤر صرعية. ممكن تكون اللي هي التأثير بصورة مختلفة تانية عن طريق ان هو بيستثير الجهاز المناعي. وخروج عاصفة من السيتوكاينز اللي هي مضادات الالتهاب. وعمل ما يسمى بالالتهاب الدماغي المناعي الذاتي. او زي ما ذكرنا قبل كده عن طريق اللي هو ان هو ممكن يعمل التهابات في بطانة الأوعية الدموية المخية، وبالتالي يؤدي الى جلطات نزفة في المخ. تمام. طب دكتور، احنا اتكلمنا او حلقتنا النهاردة كلها عن فيروس كوفيد 19 وعلاقته بالجهاز العصبي. عايزين نعرف من حضرتك الاعراض بقى المرتبطة بوجود الفيروس ده مع الجهاز العصبي، هتقول لنا ايه حضرتك؟ والله الأعراض متنوعة، منها حاجات بسيطة ومنها حاجات أشد خطورة. طبعا في البداية لازم طبعا ناخد بالنا من اللي هي عمال أتكرر فيها، اللي هي فقد حساسية الشم والتذوق. لأن في ناس كتيرة مرتبط فقد حساسية الشم والتذوق عندها إن ده عرض تنفسي. ايوه. بالعكس ده عرض لعصبي. ده اللي بيحصل فيه ان بيحصل فيه التهاب للعصب الشمي اللي هو العصب المخي الاول، وده اللي بيؤدي الى فقد حساسيه الشم والتذوق. وزي ما قلت قبل كده ان كان في 30-40% من الحالات عندها الاصابه بالعرض ده. وحتى عملوا دراسه في بريطانيا قريب عن اللي هو فقد حساسيه الشم والتذوق عن طريق تحميل تطبيق على الموبايل اسمه الكوفيد سيمتوم تريكر، اللي هو تتبع للاعراض الخاصه بكوفيد 19. واشترك فيه حوالي 1.5 مليون مواطن بريطاني، وظهر ان في النتائج ان تقريبا 59% من اللي سجلوا الاعراض كان عرض فقد حساسيه الشم والتذوق هو العرض الاساسي. وكمان الدراسه دي اظهرت ان وجود اللي هو عرض فقد حساسيه الشم والتذوق بيزود الاحتمالات بايجابيه النتائج لكوفيد 19 ثلاث مرات مقارنه بعرض زي الحمى وزي السعال.
مرة واحدة يعني ثلاثة لواحد. ثلاثة لواحد إذا كان ظهر اللي هو فقد حساسية الشم والتذوق، ده ثلاثة لواحد مقارنة بالحمى والسعال. أكيد فعلا دكتور، هو دلوقتي المعتاد أو اللي الناس كلها فاهماه إن يعني فقدان حاسة التذوق والشم ده كوفيد، ده يرجع لإيه؟ الجهاز التنفسي. ده المفهوم الشائع، لكن مش معروف دلوقتي، أو حضرتك طبعا وضحت لنا الموضوع إن هو بسبب شيء معين في وصل للجهاز العصبي هو اللي ادى لفقدان حاسه الشم والتذوق، مش طريق الجهاز التنفسي هو السبب في الموضوع ده. عن طريق العصب الاول اللي هو العصب الشمي الاول او العصب المخي الاول. طيب في اعراض ثانيه طبعا كتير. اكيد في حاجه برضو بعد ما قلنا ان هو بيأثر على الجهاز العصبي، اكيد في مضاعفات مرتبطه بالجهاز العصبي بالنسبه لوجود كوفيد 19. المضاعفات ايه دكتور اللي هي بتتاثر بقى مع الجهاز العصبي؟ والله المضاعفات طبعا في منها مضاعفات اللي هي يعني قريبه المدى زي ما بيقولوا، متوسطه المدى وبعيده المدى. ودراسات شغاله دلوقتي على اللي هي المضاعفات اللي هي متوسطه المدى وبعيده المدى. بالنسبه للمضاعفات قريبه المدى طبعا اهمها الوفاه، والجدل اللي داير حاليا في الليتريتشرز والمجلات العالميه وكده عن او الدراسات العالميه عن كوفيد 19 عن ان سبب الوفاه كان معتقد في الاول انه سببه فشل في الجهاز التنفسي. ولكن طبعا النظريه دي واضح انها طبعا مش سليمه، وان سبب الوفاه حاليا هو جلطات متعدده في الرئه او في المخ، وخاصة في جذع الدماغ اللي هو المسؤول عن التحكم في الدورة التنفسية والدورة الدموية للشخص. فالوفاة طبعا هي احد اهم اللي هي المضاعفات، بالاضافة طبعا للي هو لو حصل طبعا جلطات او تشنجات بيبقى فيه برضو طبعا ضعف وشلل في احد اللي هي الجانبين. ممكن طبعا على سبيل المثال بالنسبة للمضاعفات بعيدة المدى ممكن يحصل الخرف او الالزهايمر، وده اللي بيدرسوه حاليا هل في فعلا علاقه ما بين اللي هو كوفيد 19 واضطرابات اللي هو النسيان والذاكره. طب دكتور، احنا عرضنا في الحلقه اكتر من شق للجهاز العصبي. لو قلنا بنشخص مريض كوفيد 19 مع حضرتك بيكون التشخيص ازاي عامه؟ هو ليه طبعاً. حاجات طبعا دلوقتي احنا عارفين المسحة والتحاليل والحاجات اللي هي المعتادة، بس انا عايز اعرف من حضرتك انت شخصيا دلوقتي التشخيص الموضوع ده بيبقى ازاي؟ بالنسبة للحالات اللي خاصة بالاضطرابات الجهاز العصبي طبعا اللي هو وجود الأعراض الخاصة أو التاريخ المرضي للمريض، بالإضافة لعمل اللي هو الفحص اللي هو العصبي للمريض، واستخدام بعض اللي هي الاشعاعات والخاصه بينا زي اللي هي مثلا الرنين والتصوير عن طريق الاشعه المقطعيه، وعمل تحاليل للسائل الدماغي اذا كان في شك ان كان في التهاب دماغي او التهاب في الاغشيه المحيطه بالدماغ. ان في حالات في اليابان وفي ايطاليا وفي الصين تم فصل فعلا الفيروس من السائل النخاعي لبعض المرضى. تمام. طب سؤالي اللي انا عايزه اسمع اجابته من حضرتك، وده طبعا هيكون بعد الفاصل، المهم قوي، حالات الوفاه المفاجاه مع مريض كوفيد 19. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور صبري السايس استشاري مخ والاعصاب، هيجاوبنا على سؤالنا المهم اللي بيرهق ناس كتير النهارده، ازاي المريض بيموت فجاه وفي الاخر بنكتشف ان هو فعلا كان عنده كوفيد 19 بدون اي اعراض شخصيه. اتفضل حضرتك يا دكتور. والله فعلا زي ما حضرتك اشرت، في مرضى كتير فعلا ما بتظهرش عليهم اي اعراض، وفي مرضى بيبقوا موجودين في العزل وحالتهم حتى بتبدا تتصلح، ولكن فجاه بيحصل توقف في التنفس،
وزي ما قلنا قبل كده ان الجدل داير حوالين اسباب اللي هو الوفاه حاليا من تغيير المفاهيم، لان النظريه السابقه لان الموضوع هو فشل في اللي هو الاجهزه الخاصه بالتنفس، لان الموضوع هو عباره عن جلطات في جذع الدماغ اللي هو متحكم اساسا في التنفس وفي الدوره القلبيه. وتم عمل دراسات حتى بره في ايطاليا والصين عن مرضى توفوا، وعمل دراسات تشريحيه للمخ بعد الوفاه، وجدوا اصلا ان في ادمغه المرضى دول اصلا وجود جسيمات فيروسيه للفيروس. ده بيأكد طبعا ان الفيروس غالبا زي ما قلنا ان هو بيعبر اللي هو الحاجز الدموي الدماغي وبيأثر على المخ، وبالتالي ممكن يعمل التهاب او جلطه في جذع المخ، وده هو في الغالب حاليا هو ده المعظم السبب الرئيسي للوفاة، الرئيسي للوفاه اصلا، وخاصه الوفاه المفاجئه او الوفاه اللي هي الحاده، او ان الشخص بيكون كويس وفجاه واحده مره واحده بيموت. تمام. طبعا لو تطرقنا للسؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال مهم قوي قوي بقى في الحلقة، مش هنقول علاج الفيروس ايه، تمام، لكاد تكون حضرتك هتقول لي ما فيش علاج اتوجد فعلا النهاردة للكوفيد، بس برضو عايزة اسمع من حضرتك اجابة السؤال ده، هل فعلا اتوجد علاج او حاجة مثلا مؤثرة، يعني هي زي أدوية البرد والكلام اللي هو بينطرح ده، هل دي فعلا مع انعزال المريض بتجيب نتيجة، ولا فعلا مفيش لسه علاج خالص، ولا إيه؟ أنا عايزة أطمن المشاهد بتاعي، هتقول لنا إيه حضرتك؟ والله هو في طبعا لقاحات او امصال في اللي هي المراحل الاخيره او المراحل الستيج 3 اصلا في التصنيع، ممكن ان شاء الله على اخر السنه يكون في مصل او لقاح للفيروس. وفعلا معظم البروتوكولات العلاجيه هي بتعالج الاعراض الخاصه بالفيروس مش الفيروس نفسه. ولكن احنا اللي بنأكد عليه في البروتوكولات العلاجيه واللي اخذت به طبعا وزاره الصحه المصريه من فتره، هو ان اضافه المسيلات الدمويه زي اللو مولوكولار هيبرين وكده بدايه من اول بدايه الاعراض. وده طبعا فرق كتير في المقال بتاع المرضى والبروجنوزز بتاعهم. كمان طبعا الكلام جديد دلوقتي على ان الكورتيكوسترويد بما فيها الدكساميثازون قلل عدد كبير جدا من الوفاه، ومرضى كتير عدوا من اللي هو مشكله ونزلوا من على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة للاستخدام المبكر للمسيلات، واللي منعت اللي هي حدوث الجلطات سواء في الرئة أو في القلب أو في الدماغ. وكمان اللي هو الكورتيكوسترويد اللي قلل اللي هو العاصفة الخاصة بالسيتوكاينز واستثارة الجهاز المناعي ورد فعل الجهاز المناعي العالي اللي برضو بيؤدي للوفاة. أكيد طبعا دكتور، بس اللي أنا عايزة أوجهه لكل مشاهد دلوقتي بيشوفنا وبيسمعنا، فأنا عايزة أعرف من حضرتك نصيحتك العامة إيه كطبيب مخ وأعصاب اللي أول مرة نتكلم فيها على الشاشة، يعني إيه فيروس بيأثر على الجهاز العصبي، أول مرة حد يسمعنا بنتكلم مش عن الجهاز التنفسي، فعايزة أعرف من حضرتك نصيحتك إيه لكل مشاهد دلوقتي عشان لا قدر الله ما يتعرضش لهذا الفيروس أو الجائحة اللي إحنا فيها النهاردة، هتقول لحضرتك إيه؟ في البداية طبعا زي ما أشرت حضرتك إن الفيروس موجود وما زال متواجد وما زالت حالاته طبعا مستمرة، وإن الجائحة لم تمر إلى الآن، ومهم جدا الوقاية خير من العلاج، ولازم نزود اللي هو الجهاز المناعي والمناعة الخاصة بينا، ولازم نلتزم بالاحتياطات اللي اقرتها وزاره الصحه من لبس الكمامات في الاماكن المزدحمه وغسيل اليدين والبعد الاجتماعي. وبرده في طور اللي هو ان احنا نزود اللي هو المناعه الخاصه بينا، لان هو ده السلاح الوحيد اللي في ايدينا، مفيش سلاح ثاني لحد دلوقتي، فلازم طبعا نستخدم اللي هي الاشياء اللي بتزود المناعه، خاصه الحاجات الطبيعيه اللي حبه البركه، العسل، الفيتامين سي او دي او زنك. كمان لازم ناخد بالنا ان الفيروس متجدد ومتغير وكل يوم بيظهر بصوره جديده او كل يوم بيدينا معلومات جديده. ان الاعراض بتتغير، زمان كان اللي هو الناس كلها معتقده ان الفيروس بيؤدي بس لمشاكل في الجهاز التنفسي. حاليا الموضوع اتغير تماما، وبعض اللي هو الاطباء بيقولوا ان احنا بنواجه وباء للاضطرابات العصبيه، وباء او فيروس مختص بالاضطرابات العصبيه من كتر ما هي الفيروس بقى بيأثر على الجهاز العصبي. فنصيحتي لاي اصلا مواطن بيعاني من ارتباك او تشوش في او صعوبه في التفكير
او صداع حاد يظهر عليه لاول مره، او فقد لحساسيه الشم والتذوق، انه يتجه بسرعه لاقرب طبيب اعصاب عشان نلحق الحاله بدري، لان العلاج المبكر طبعا افضل من اللي هو نتائجه بتبقى افضل. وان النظريه القديمه ان انت ما تروحش للطبيب الا اذا حصل ضيق في التنفس بس، ما بقتش صالحه في الزمن ده. تمام، اكيد طبعا دكتور. فطبيعي ان احنا بنوجه رسالتنا لكل مشاهد دلوقتي بيسمعنا، فعلا الوقايه خير من العلاج. بنقول ان احنا ما فيهاش اي حاجه لما ناخد احتياطاتنا بره الاماكن المزدحمه زي حضرتك ما ذكرت دلوقتي، وطبعا نهتم بنظافتنا الشخصيه وخصوصا غسيل الايدين كل شويه والكلام ده. طبعا في حاجات مهمه جدا حضرتك ذكرتها دلوقتي، اللي هي الاكل العادي بتاعنا، ليه ما نزودش فيه الفيتامين، فيتامين سي، فيتامين د، ما كل دي حاجات طبعا بتقوي جهاز المناعه عندي، فما بتعرضنيش للشيء ده الخطير ده. بدل ما بجيب برشام من الصيدليه كل شويه، ليه طب ما انا اخده مثلا في حاجه طبيعيه زي حضرتك ما ذكرت دلوقتي، مواد الزنك، مواد فيتامين د، فيتامين سي. والحمد لله يعني يمكن احنا البلد الوحيده اللي هي مصر حفظها الله طبعا عندها كل الحاجات دي متوفره، ومتوفره وكميات بسيطه جدا. يمكن انا معلش انا هقول ان انا مش طبيبه بشريه، بقول الحاجات الطبيعيه جدا جدا في البيت زي الثوم والبصل والقرفه والجنزبيل والليمون، كل دي حاجات طبيعيه جدا موجوده واحنا متباعدين عنها، وللاسف الشديد ما بنلجأ لهاش الا في التعب. فانا بشكر حضرتك على النصائح المهمه دي يا دكتور، وطبعا موضوعنا ما خلصش من الموضوع كبير، وان شاء الله ربنا يعافينا جميعا يا رب كلنا، ويزيح عن الامه الاسلاميه كلها هذا الوباء. بنشكر حضرتك على نصايحك الجميله دي يا دكتور، وان شاء الله في حلقاتنا القادمه مع حضرتك نستفيد اكثر ونفيد المشاهد اكثر واكثر. شكرا لحضرتك يا دكتور. الف شكر لحضرتك، المشاهدين ان شاء الله. ميرسي يا دكتور. مشاهدينا الكرام، نرجو ان نكون قد افدناكم في هذه الحلقه الجميله مع الكاريزما الخاصة دكتور صبري أساس استشاري المخ والأعصاب، وإن شاء الله في حلقات قادمة مع دكتور صبري هنفيدكم أكتر وأكتر، ويا رب نكون ساعدناكم كما ساعدنا بكم. إلى اللقاء.